أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف
هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم
سبحان ربنا
كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون you
أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم